نشوف بالتفصيل حالة الطقس النهاردة، وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر. معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. ده بشكل عام. طيب درجات الحرارة هتكون إيه في بعض محافظات الجمهورية؟ تعالوا نستعرضها مع بعض بالتفصيل، ونبدأ من القاهرة اللي هتكون 24-15، الإسكندرية 23-14، الإسماعيلية 25-12، الدقهلية 25-14، الغردقة 27-17، وأخيرا المنيا 24-9. تعالوا بقى ننتقل لبعض العواصم العربية والعالمية، ونبدأ من الرياض اللي هتكون فيها درجة الحرارة 19-11. بالنسبة لأبو ظبي 26-22، أنقرة 14-8، لندن 1-2 تحت الصفر، واشنطن 9-2، وأخيرا بكين هتكون درجة الحرارة فيها النهاردة 4-5 تحت الصفر. ودي كانت درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية وفي بعض دول العالم.